كنتم باوري دولة فدرال كمقدشو كديبتي باكدا كاليغوت عال جالة لقي كلان كان اوها كلان قد شرف اه واي سوق بانقابيين قولاها هو قامينتا يوهر مارينتا بيلاها يرشبالي ايا كغب سومي مقالة مقدشو عاصمة الدلكا قدوميها ابقال ووحو يهما الابقال مدي ساسي اطالعنا وكباهنا امام الكيل سلادين تبالها كلا دوبان اهير شبالي ايا كغيلة دامينيا هاي ادى مارينتا مسيبوين كقرنكا ايو سيدو كلا وزيركا بدرالك حكومة دا صوماليا او لغو ايدي ايني كقابيين خوليه كلا دوبان اي ديگانا دا مامول كاسي سلادين او ديال وحقرد سياسيين يقيبها كلا دوبان اي بالها حادر كاها ايا دولة دا صوماليا او قبا اخي اني دبو ايغسكو سميسو حبناها هاي أدى مارينتا يمسيبوين كقرنكا لين عاكلانا وحا تاغي روي وغمو جيان كولانكان دولود قبلات كهير شبال لي داد كي لوغو تلقالي إلا ليقي داد لغو لحسا طبما ليلكرا إن مليشيادا دعيلي نهدو مليشياد كان دادك حكم اللي يقانو لغانا آموسو ماشا وحان واركا هشيس عالمي اه ولغوشي إنو كدعي آنناغا مركا مغادري ينو داد كاس مسيبادا يقود عدي وفتهاد اي قبسطي ونبا تيسان وحوضا مكة سفريان وكما حرينو ودب جوهينا ودب السعونا من يردون من يلينا طوالين اوغينا مجران وحان لنا هاي قدوميها مارينة مسيبوينكا ممودنا انو حلقة سيهايو ممودنا انو ميشا متغانا كشاقيو مسو ماسو اووين وحو كجرا وهي ادى مارين دا مسيبوين كقرنك وحان باقو دريا مدحويناها فدرال كالصوماليا مدنى حسن شيخ محمود رئيس الوزارة دالكا دانقران حمسة عدي بره قدوميها بارلمان كالشيخ آدن مدوبي أمان إنت أي مسؤولية كسارن تهاي ومدان أي كتاب كعنت أسارتي أرارتي ما لو ذي هرين هل بال على أخرى أم هل بال وماشي دكتور على أخرى سيدو كل هاي ذو حتى جين جي أويا أم عثمان هادين أم ديق بحيالها هادين وحلاش قالي سي هل بال أنا بس أنا بنما أنا معنا سنة بنمني ضن نور عن هاي مال كستوس وماليات بقول لك قضي بترول كا السيرو الله جا عبانيا عبشة شو شيء دكتور وحكوس نادان ماشي بطل لك هلا بحالك قضو أفرتن صدن تن على بابور تنكين اويا هاي لبا تنكي شو راشينا ما قرتي راشين كي ومدد دقن قبل كهيران أفر إيطوبة قبيلات دقن واحنا قسو قاري عروكو هلا يا أفك هيران أفك دقمد بلد وين أفك هير شبال ما جرتو وعانا قم وراركا هوسون هلينني لعكاشا وددك در وقوقت dadka guriyaha ugu dhis dadka maxaan ku iraahdaa la yiri maxaan ku iraa ku daaway dadka kalooraha ku dhacay meel aad ma ogin gal jeel aniga weey hirshabeel rag waaweyn aan ku jira hay'adda masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed agaasimeed maxamuud macallin dadka kala xogayro lacag hadib waa la soo eedeyna dawladda federaalka waxaan ka codsanayna in maxkamad nolo soo taago si dadkii oo kale محكمة ده هدا هي محكمة حلال جرت هدي كله معنكو يرى دنو والله قرقرنا دنو والله صوب بحنا ورميت كان موجودينه كنتم بابور مقصر كنتم بابور مقصر سوم أدوية دي قرقر كي نو كنتي وحيد دولة دي عن كلهن سومالي إسكتاف قرقر كي عالمي كان قلق دي خلق قارة هي أدا سحرنتها دضاع وحرنتها أنا غير هير سويل هدانا وحبكم مهي السنة قدوميها أبقال ووحو يهما الأبقال مدي ساسي أطالعنا وكباهنا إمام الكيل وكباهنا هاي ماذا حبيني هير سوال أبقال وكباهنا هاي وحبا مطرت وحقبضا اللوبانيا نبي عليه الصلاة والسلام وحو يري قبضا إذا عيش أدى واحد قعنطان كقوها ماذا حبينو هي أدى سفيري أنا وحبك مهي السنة هي أدى سفيري بلان يرضيانا هاي maamul gowleed iyada kale ilaahay ku dhaariyo inta xibnood shaqaal hay'adas laga sii balfiiri hirsaweel maxaa laga sii
هل حب لك مسين شخالي ولا شيء شخالي أنا باهيد نوجود بلها أهير شبال أكسوجد عندي هلا نورني وهذا أهير شبال أكسوجد نك نوجوجو وحب من الخرين يا مرك وجود بينا حتى ما ذحيني إنه أهير شبال إلا أحد لقى ما أقبلوه هاي ولو الخديس محيط ماشي تعالى عدو فليوس ملك هاي أداس ما يجودنن واجباتك إن ما ملك أهير شبال أي كل هاد ومعاونة ذي ما يجودنن وايد يعدي كالنت هذي وايد يعدي ولين وايد يعنت تنقله ان بترولكا واكو قسبنته ان الدوله مامولكه هير شبل اد واخو سخيده واكو قسبنته بريما مغن اغل مغل الماء قسبي كو تين واخو سخيده اوو دنبن كلانكن ايا لغا سو ساراي ورمرسيه دنعيو بدن لوغا حدلي او او قرنا سيدن كو waxaan wargelinaynaa dhamaan heedaha deeq bixiyasha caalamka kooda gudaha iyo dibadda inaan lagu kulsoonaan karin habka uu maareeyo deeqaasi la soo marsiyay heeda maareynta masiibooyinka Soomaaliyeed ee Sodma ee uu hoggaaminayo Maxamuud Macalin kaasi oo ku caan baxay macaashka deeqaha loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka tabaaleysan kana dhigay deeqahaasi mid siyaasadeysan oo lagu kala iibsado suuqyada dalka haddii ahaan lahayn daawooyin iyo raashin dhanka kale wuxuu qayb ka yahay gudoomiye Maxamuud Macalin dadka foodada ka wada xasilooni darada siyaasadeed ee ka jira dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoo adeegsanaya lacagihii uu ka sameeyay deeqahaasi gargaarka ee loogu talagalay in dadka lagu caawiyo sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa deeq bixiyasha caalamka in si toos ah ay u caawiyaan dadka tabaaleysan ama ay u marsiyaan wixii deeqa ay ugu talagaleen madaxda Hirshabeelle maadaama uu fashilmay gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka shaqadan uu abuuray dalaliin badan oo ku caan baxay musuqmaasuqa iyo xatooyo xoolo ummada kana mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya una dheer tahay aflagaadeynta madaxda qaranka labo golaha wuxuu isla garteen in hay'adda maareynta masiibooyinka iyo gargaarka ee ka shaqeyn karin deegaanada Hirshabeelle inta ay dawladda baaritaan ku sabeyn doonto kiiska lagu soo eedeeyay gudoomiyaha hay'adda Maxamuud Macalin kaasoo gatay deeqihii loogu talagalay dadku uu sameeyay fatahaada saddex golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa loogu baaqayaa in ay u yeeraan Maxamuud Macalin ayna wax ka weydiyaan halka uu marsiyay gargaarkii loogu talagalay dadkii dhibaatooyinka ku saameeyeen dowlad goboleedka Hirshabeelle baaritaan ku sameeyaan kiiska Maxamuud Macalin oo hanti badan kulunsaday shacabka reer Hirshabeelle oo xaalad daran ku jirtay dowladda waxay wadaa la dagaalanka musuqmaasuqa waa inay ku soo dartaa la dagaalankaasi kiiska hay'adda maareynta masiibooyinka ka jira afar golaha wuxuu ku eedeenayaa wasiirka patroolka ee Soomaaliya Cabdirizaaq Umar oo isagana waayihii dambe waday maamul la magac baxay Hiiraan State kuna arqaladeenayo maamulkii asaga kursiga soo siiyay ee Hirshabeelle ee miisaaniyadda wasaaradda patroolka ee Soomaaliya inteeda badan wuxuu qorsheeyay inuu ku bixiyo isku horkeenida reer Hirshabeelle dhanka kale wuxuu diiday in baloogyadii shidaalka ee deegaanada Hirshabeelle ku soo aaday uu saxo isagoo ka soo horjeeda horumarka Hirshabeelle iyo shacabka ku nool si aad u sheegayo inuu yahay madaxweynaha soo socda ee Hirshabeelle xilligan ka shaqeynayo xasilooni darro siyaasadeed ee ka jira Hirshabeelle sida awgeed golaha wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in shakhsiyaadkaasi ku aan baxay musuqmaasuqa isku horkeenida bulshada inay wax ka qabtaan anagoo ku kalsoon la dagaalanka ay ku jirto dawladda shakhsiyaad caadeystay musuqmaasuq iyo xatooyo dadweyne iyo in iska horkeenaan bulshada walaalaha ee Hirshabeelle ugu dambeyntii xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan gobolka Hiiraan ee qalalaasaha ka wada waa inay dib ugu soo laabtaan shaqadii ay qaranka u hayeen dhanka kale dawladda waxaa loogu baaqayaa in arimaha ka jira Hirshabeelle
أي أحد حد كنقطه وبالله توفيقه. عمرك 46 مقدش. وأتكون مع تسنت هاي دعوة شد هذا إن النجوسو بيرتوح لعجة كجمع بحيسو كليه وحدو بعنت هاي إن تفلو صار تبوجنا فيسبوك أما تسبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو برتماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات 40 نأهل ورر يبرنامجيو أديك كهاد ليه.